الخطة الجديدة من برنامج. الو الو، ما في حد. ايش فيك هيا؟ ايش فيك؟ تكلم احكي. ولا شيء. لحظه. ايش فيك؟ لحظه شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. ايش فيك؟ ايش فيها؟ ابوش طلع. وين راح؟ والله ما ادري. هو طلع وبس، يعني ما اعرف وين راح. أبي أفهم، هو بي الغدا ولا لا؟ إحنا قاعدين نحتريه. والله عاد، أنت ترفعين صوتك علي بعد؟ سمعي عاد، أنا مالي شغل بالموضوع. بس هو اتصل فيني الصبح وقال إنه أرجوك يا هيا، هذا الموضوع بينك وبين أبوك، والظاهر يا عزيزتي إن أبوك هون
ولا كان ياكم؟ هون؟ بس أنا متفقة معاه على الموضوع، مهم عادة إن أرجع بكلامه. الظاهر حس إنه غلطان يوم وافق، لأن نواياه أمه زينة، وأنت بعد يا عزيزتي. لا يضحكون عليك. نواياهم يضحكون علي؟ انت ايش قاعده تقولين؟ والله عال هي المساله عصبيه ولا شنو؟ يبا تبين تفهمين؟ جماعتك بالعربي بلهفون قروشنا. قروشنا؟ بس هو متفق معاي، هذا مستحيل لا يمكن. يبا انتوا لكم عندنا شيء؟ اعوذ بالله منكم، يلا عاد انجلعي. اف اعوذ بالله. هيا هيا شو يسوي حبيبتي؟ شو يسوي روحي؟ ولا شيء. اقعدي اقعدي استريحي على مين؟ وش فيك؟ من اللي تلفن؟ منيرة زوجة ابوي تقول ان ابوي مو جاي على الغدا. وش قالت؟ وش قالت بعد؟ على مين وش قالت؟ تقول ان وش تقول على مين وش تقول؟ تقول ان ابوي مو راضي يمول مشروعك. ها؟ شو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني خلاص مؤسسة الزفت هذه هي اللي احسن مؤسسة في السوق؟ هي اللي تنفيذها احسن تنفيذ؟ واسعارها اقل اسعار وانسب اسعار ما في غيرها في السوق؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة الا بالله. لا وفوق هذا كله بعد فيها سعي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا كثر مشاكلك يا أبو أحمد، وش فيه؟ إيش فيه؟ يا أخي الظاهر إن حسين أفندي هذا تمسكن لين تمكن، وصار له نفوذ بشكل غير طبيعي على مديرنا. أنا والله أقدر أحلف واستغفر الله منه، أقدر أحلف إن هالمؤسسة له 100%. بالله شلون بنيتها لكم؟ شو اللي عندي؟ يا عمي شوف، عندي هنا سلمك الله أمر صرف بمبلغ 10,000 ريال أجور خدمات، يعني لقاء التوسط في مقابل شراء قطعة أرض باسم زوجة المدير واللي هي أخت حسين، وذلك لبناء فيلا عليها من المدعو عياش بن هويش. لا وفي شيء أكبر بعد يا أبو أحمد، المدير العام ما يداوم كلش، وسواقه أقصد أخو زوجته يداوم محله ومكتبه وبمنتهى قلة الذوق. الله الله، وبحكم هالتصرف الرجال طال عمرك يبي يطلع على المراسلات والمناقصات كل أسرار الشركة يبي يطلع عليها، وفرصة له طبعا. إلى غاب أبو مسامح العاب يا حسين، وبيقدم أخينا عن طريق مؤسسة أسعار بأقل أسعار من اللي تقدمت عن طريق غيرهم. عز الله انك صادق يا ابو احمد، لكن شوف من اليوم ورايح بحيل الله ما في تعامل مع مؤسسة الاخلاص هذه لو فيها قص راس، وبكلم المدير العام مهما كلف الامر. شوف يا ابو احمد، انا رايي لا تورط نفسك بهالموضوع، هذا اللي صار ونساي حبايب والداخل بينهم ما يطلع بسواد الوجه. يا عمي ابي اريح ضميري ولا ارجعوا لا هم ولا نسابتهم. عاد على حساب لقمة عيشك يا ابن الحلال، أن صار لك مدة تكت وتتعب وحسابات وأرقام، لا تخلي تعبك هذا يضيع الفاضي. ترى والله العظيم حسين ناوي لك نية شر، نية قشرة ما هي بزينة. تبي تسمع كلام أخوك الصغير؟ المدير العام معطيه كل ثقته. معطيه كل ثقته بس ما يدري إن أخو زوجته هذا قاعد يسرق أمواله وهو على قيد الحياة. يا أخي أنا أمام الله مسؤول عن كل هلله في هالشركة. مسؤول عن أمواله صغيرها وكبيرها، محاسب ومسؤول أمام الله عليها. وحسين أفندي قبل ما يتعشى بي عبت غدابه. والله عال، يعني أبوس يحسب عيال الناس جالسين على حسابه وتصانيفه. إيش قصدك؟ قصدي إذا كان ما هو راغب يشارك معي في مشروع ما لازم يذلني، وإذا كان حضرته يفتكر إنه بيذلني فهو غلطان وألف غلطان. لكن الواد مهم إن عادته إنه يغير رأيه، طول عمره ريال ملتزم وعند وعده. إذا كان مثل ما تقولين
مو هو يعطيش وعد الصبح وينقضى عقب الظهر. وش اقول بعد؟ وش اقول؟ مع الاسف هذه ما هي بسوات رجاجيل. تعالي يا نورة تعالي. تعالي لا تروحين، خلي تشاهدي على واقعنا المرير. واعطينا رايس في خالي المحترم اللي اثبت بالدليل القاطع مدى حب البنت ورحيمه. الله يهديك يا صالح. بعدين يمكن حصلتها ظروف صعبه ارغمت على التراجع. انا وانتي بس يا هيا اللي نعرف الظروف اللي ارغمته وخلته ينقض وعده. ولا كان جاء على الغداء وتعذر وشرح ظروفه، لكن عارف ان قناعتنا بالمشروع. يعني شلون؟ انا ما فهمت قصدك. لازم كلكم تفهمون زين انه الرجال المحترم اللي ما حد يلعبه لا يمكن يغير وعده او ينقضه مهما كلف الامر، لا سيما وهو تاجر كبير ولازم يحافظ على اسمه وسمعته. ارجوك يا صالح لا تزيد همي هم، يكفي اللي سويته امس فيني، ما يكفي. انا يوسفني اني اقول لك انه بوت اصبح مسلوب الاراده، شخصيه ضعيفه، يتصرف غلط في غلط. وانت يا هيا لازم تعترفين بهذا ولا تسقطين من احترامي، ما عاد سيلز مكان عندي. انت تهين ابوي يا صالح، وانا ما اسمح لك انك تقول عنه كذي. ارجوك هدي اعصابك شويه، ابوي ريال محترم سواء ساهم في المشروع او ما ساهم فيه. يعني كلام الحق زعلت وهو بوس وانا ماني زوجت؟ بل انت زوجها. الله يهديك يا صالح، حرام عليك ترفق بها. بعدين هي ايش دخلها في الموضوع؟ ايش لها دخل في الموضوع اذا ابوها اخلف بوعده؟ علمتس اني انا متاسف لما حصل منه. ايش اقول؟ يعني الحين فهمت من كلامك اللي انت تقوله. يعني منيرة زوجت بن سامح هي صاحبة الشور، وهي اللي خلتها هو؟ ذبحتيني يا نورة ذبحتيني. يعني إلى هالحين ما دركت المسألة هذه؟ من فيه غير منيرة يا هيا؟ من فيه غير منيرة؟ وين رايح يا ابو مسامح؟ ما تبي تشرب شاي؟ وراي شغل، عندي موعد ضروري. من قال لك اني ابي شواهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، توك كنت قاعد وتبي تشرب شاي. تعال بس قاعد وتعوذ من ابليس، ابيك بكلمتين. كلمتين؟ 13 كلمة، 3 ملايين كلمة. انت فخ راسي من الكلام يا منير، شبعت من الكلام، خلاص مع السلامة. خلي شوي البربة. أنا ما أسمح لحد يتكلم عن أبوي بهالطريقة، الناس لها كرامة يا صالح. وأنا قلت غير الحقيقة؟ أبوس هالحين مهزوم مغلوب على أمره. وأنت إيش دراك؟ كيف إيش دراني؟ يعني فعلاً معت أنت أعز الناس إلى قلبه وأقرب الناس إلى قلبه، هذا اللي دراني. أنا ما أدري عن ظروفه المالية شيء، يمكن صار شيء وأنا ما أدري، ما أدري. خلاص وأنا قلت تدرين؟ خلاص أنا ما أبغى مبررات، قضيت ما أبغى مبررات. طيب إيش تبين أسوي؟ ما في اليد حيلة. ما أبي أسوي شيء. لا تسوي لي شيء ابد، انعم الله عليك. انا وش قلت انا؟ انا اقول انت الزوجه المثاليه واجمل واحسن زوجه، وش قلت انا؟ اقول انت الانسان اللي بفتح عيوني بغطي عليك بجفوني. خلاص حتى هالثروه لا تطير مني. تستهزئ مني يا صالح؟ مو يكفيك كلامك عن ابوي قاعد يعذبني تسخر مني بعد؟ يا بنت الحلال جننتيني انت، جننتيني، ايش الكلام معس هذا؟ يعني كلامي انا معز يجننت، لكن استهتار ابوس فينا وتضييع المستقبلنا ما يجننت ولا يعذبت؟ حرام عليك يا صالح، حرام عليك ترفق بها. هي وش تقدر تسوي هالمسكينه؟ وش حيلتها في الموضوع؟ يا نور افهم الوضع، انت بعد افهم الوضع. اذا صار الامر كذا ليش تدافع عن ابوها وتتمسك بهالدفاع القوي ضدي؟ ليش؟ الله يهديك، هذا ابوها مهما صار وما لها احد غيره. وانا ماني زوجها؟ ليه ما غارت لي؟ ليه ما زعلت علي؟ انا ماني زوجها انا؟ الا زوجها، بس هي تحبك وتعزك وسوت المستحيل علشانك. خلاص ما عاد بحس ولا عاد بصارحكم ولا عاد بطلع اللي في صدري، خلاص الصراحه اصبحت مره.
اسمع يا حسين، انا بعرف انت هالصك ولا لا، واذا كنت ناوي تلعب علي مثل عوايدك ترى ما يفيدك، فهمت؟ الله يسامحك اختي، الله يسامحك يا بعد عمري. نيرة، انت ليش كنت تظنين باخوك ابو علي ظن سوء؟ ابو علي هذا اللي خلى منك سيدة مجتمع لها شنتها ورنتها. اترك عنك هالخرابيط يا حسين، ترى ما يفيدك. لا اله الا الله، يعني انت ملزمة على سوء الظن؟ ايش دعوة؟ ايش دعوة ابو علي؟ انت اخوي وانا عارفتك زين. زين. زين زين ان شاء الله. اليوم المساء عقب المغرب ان شاء الله أبجيكم واشرب النسكافي عندكم في البيت. اي النسكافي. اي، وان شاء الله الصك يكون هنيا مخباتي. ابشري. ابيك تروح الدكتور اليوم وتجيب لي نتيجة التحليل بنفسك. فهمت؟ يلا مع السلامة. وهذا هو الفرق بين الرجاجيل. الخالب مسامح ما قدر يحافظ على وعد انقطع على نفس الساعات. أبوي الله يرحمه توفى ما أخلف له وعد مع زبون عادي، مو عاد مع بنته ولا مع رحيمه. أنت عارف إني أنا عمري ما جبت سيرة أبوك بسوء يا صالح، وأنت قاعد تسيء حق أبوي. يعني حضرة تتجاملين معي علشان ما تغلطين على أبوي ها؟ يا صالح يا صالح، تعوذ من إبليس. يعني أنت يا نور ما تسمعينها؟ ما تسمعينها؟ يعني تبي تعاملني بالمثل؟ الله يهديك يا صالح، هي ما قصدها تسيء لأحد، لا تفهمها غلط. ما يحتاج افهمها غلط، وما يحتاج انه تقول صراحه، واضح كلامها من التلميح اللي يتلمح. يعني حضرتها بتعاملني بالمثل. هذا ظلم، ظلم انا ما اعرف فيه. من انت؟ اهلا وسهلا. شلون ما تعرفني؟ انا حسين، يسموني طير شلوى. ايه انا المسؤول الاول والاخير عن العلاقات العامه في الشركه. لا والله بصراحه انا ما اقدر اقرر في هالامور لوحدي، ما اقدر. اقدر اقرر انا بس لا يا، انتظر لما يجي المدير العام نتفاهم معه. زين، في الدمام، في ميناء الدمامي بإذن الله. أي لكن زين، أنت ارسل لنا تلكس مش مهم تلكس اللي يصير. خلاص مع السلامة. خلاص فكنا، مع السلامة. العالم دي سيدي يا سيدي، قالوا من مشي في الطريق وصل. تستاهل يا أبو علي. المهم لا تكثر كلام. ها طمني، سويت في الصك؟ إني أسك فيهم بس. اني صك فيهم يقول بعد؟ الحين انا مش من برا سالتك وقلت لك خلصت المعاملات، قلت لي ايه؟ حصل وكل شيء تمام التمام، بس انت قول لي اني صك فيهم وانا ادهولك. اقول جيب الملف، جيب الملف اللي عندك. حاضر. عارف فايده منكم انتم. جيب. ومسمينك بهجة بعد. اي هذا، ايوه هذا حقة البواخر. مضبوط. بواخر. وهذه حقت شحنة الخشب. مضبوط. وهذه حق المترجم. انجليزي مكتوب. الموت، هذا اسم الموت. الصك، ايوه. الحين بروح لأخيتي منيرة خلها تنبسط وتروق وتنسجم. الله يطول عمر هيا بس وابو هيا وكل هالعالم الحلوة دي. اقول الحين انا بروح البيت، كويس؟ بيت اختي هناك. والبريد خليه يكون عند السكرتير، مفهوم؟ قصدك بس سعاده المديره. يا الله ذكي انت، طالع مثل ابو علي. يا حلوك يا بهجت. يلا نستاذن، مع السلامه. مع السلامه. فمان الله. سبحان الله عاطي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو مصلوح، هلا والله وسهلا. هلا والله وسهلا، دارت البركة. تفضل شيخ عمرك، حياك الله. دارت البركة يا اخوي. ما شاء الله غلطان انت اليوم ولا وش الحكاية؟ ابدا والله لا غلطان ولا شيء. اجيب لك بارد ولا شاهي ولا قهوة؟ لا شاهي ولا قهوة ولا شيء.
أبيك بس تكمل لي الموضوع اللي كنا نتحدث فيه. بس يعني أنا قلت ما فيه كفاية يا صالح. طيب وش السواد يا أخي؟ تبغى الحقيقة أبو صلوح؟ أنت تسرعت. أنا اللي تسرعت؟ يعني تبيني أضيع عمري أدور من يمول لي هالمشروع؟ لا يا أخي، بس يعني خلاص ألغي، فكر بغيره. مستحيل مستحيل يا حمد، لو ما يبقى في عمري إلا يوم واحد. خلنا نشوف بعد من ذا. طيب طيب. ألو، أهلا 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 عبد الله. نعم ما أبغى، لا يصير، لا سمنا في دقيقنا ولا زدنا في دقيقنا. حمد أبغى أتكلم معه. أقول لك يا أخوي الله يرضى عليك ريحني منك. شف، لا 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 لا، عندي الأخ صالح يبغى يتكلم معك. زين سم، الله يريحك، ريحتني منه. ألو، أهلا أهلا عبد، أهلا حبيبي، والله بخير. طيب أنا اللي أبغاك، فعلا أنا أبغاك، اتصلت بك في البيت صح؟ المهم أنا بروح الحان هالحين، بروح المكتب، تجيني في المكتب لو سمحت. زين اشوفك في المكتب ان شاء الله، مع السلامه. طيب. صالح ارجو انك ما توعد عبد الله بشيء. نعم اي نعم، لاني انا لي راي مخالف بالنسبه لموضوع عبد الله ونوره. كيف يعني؟ ولا كيف ولا شيء، ابغى ازيدك بعد من الشعر بيت. نورة ما تبغى عبد الله. وهذا وقتي يا شيخ. لا مو وقته، بس في شيء ثاني ابغى اقول لك اياه. ارجو انك ما تهد الجسور بينك وبين عم ابو مسامح، لانه افضل لك من عبد الله ولد خالتي. اهد جسور، اهد مباني، تتكلم الغاز يا حمد. لا انا ما اتكلم الغاز يا صالح، أنا أقول الحقيقة، الحقيقة اللي واضحة مثل عين الشمس. وأرجو أني أكون يعني قدرت أقول لك شيء. شوف عاد، كثر فلسفة ما ناقص لي، إذا بتتفلسف بتفلسف أنا، ما في داعي للفلسفة. شلون فلسفة؟ عشان أقول لك لا تهدل الجسور تصير فلسفة. مساكم الله بالخير. أهلا، مساء الخير. أهلين. هلا مرحبا. أهلا بالأخ صالح. اهلا حياك الله يا اخي. الله يحييك. الله يحييك يا صالح. انا استاذن اصلا، انا كنت ماشي. السلام عليكم. مع السلامه يا صالح. خير ان شاء الله، شو الهرجه؟ انا عارفه نيتك الحسنه ومعاملتك الطيبه مع الناس، وان شاء الله شده وتزول ويرجع صالح مثل أول وزود بعد. أنا لو يمكن أسيء لحد، صالح قاعد يجرني المواقف له من طبعي ولا من أخلاقي. ما هي معقولة أني أروح أقول حق أبوي أن زوجته هي السبب وأنه يختار بيننا. مو معقولة أني أخرب عليه حياته. انسي هي انسي راحتك وعصابك، أهم من المشروع والفلوس. يلا قومي كليلك لقمة، قومي. مالي نفس أبد، مالي نفس. إيش لو مالك نفس وأنت من الصبح ما أكلتي شيء؟ سوي فيني معروف واعطيني قلاص ماي اشرب الحبوب. حاضر. تفضلي. هنيئا. يا ربي وش هالنصيب؟ ايش فيك يا ابو مسامح؟ انت اليوم انت على عادتك. احد مزعلك في الشركه؟
يا عاد تحكي يا ابو مسامح، لا تكتم بنفسك. انا ماني راضي عن نفسي يا منيرة، ماني راضي عن نفسي. ليش؟ عسى ما شر. ما ادري ما ادري، لكن عندي احساس داخلي يعذبني، ياكل ويشرب معي. انا لازم اعترف اني غلطت. انا غلطت ووقفت موقف ما هو طيب. ليش؟ انت غلطت مع احد يا ابو هيا؟ لا تتجاهلين يا منيرة، وارجوك ما تكونين السبب. انا الحقيقة بديت اتحول الى انسان متردد، انسان ضعيف. انت سألتني عن رأيي يا ابو هيا وانا جاوبتك وتركت لك الخيار. وبعدين يا ابو مسامح انا ما ارضى ان احنا نساهم في مشروع ما لنا فيه صالح. ها انت نسيت اني اعطيت هيا وعد واني وافقت اساهم معها بهالمشروع؟ مجرد كلام، واعتقد ان هذا شيء ما يزعل. وهيا بنتنا ولا في احد غريب لا سمح الله. وبعدين يا ابو مسامح اذا نوينا ان احنا نساهم في اي مشروع لابد ان احنا نستفيد منه. احنا ما نبيهم يستغلونك من وراها. ايه بس هيا بنتي الوحيدة، بنتي اللي ضحت علشاني. تلقينها الحين مسكينة زعلانة لاني ما وافقت امول هالمشروع، وهي اول مرة تطلب مني هالطلب بعمري، وهالطلب هذا لازم انفذه لها. يا ابو هيا، هيا انسانة عاقلة وفاهمة، واكيد الحين بتكون راجعت نفسها ودرست الموضوع عدل وشافت من الافضل عدم المساهمة. اي بس البنية جلست حوالي ساعتين وهي تقنعني لين عطيتها وعد. لابد انها اكتشفت ان زوجها طمعان بفلوسك، وعلشان كذي هونت بروح. طمعان بفلوسي؟ اي نعم طمعان بفلوسك. الناس مها على خبرك يا ابو مسامح، الناس تغيرت، الناس طمع وفلوس وجشع. اعوذ بالله اعوذ بالله. يا منيرة حسني ظنت بالرجال صالح، لا يمكن نتكلم عليه مثل هالكلام. لا لا لا، اذا كنت تبيني اسكت اسكت، بس ما تشاورني بشيء ابد بعد اليوم. لا يا منيرة، انا ما قصدت، يعني ما قصدت اني ازعلت. لا لا زين، انت زهمت عليها بالتليفون؟ ايه ما زهمت علينا بالتليفون. والدليل على ذلك ان هي نسيت الموضوع ولا هو على بالها. ايه يعني انت لا زهمت عليها وهي ما زهمت عليك. اجل حطيني اشوف هالتليفون خليني اسعلها. انا اتصلت عليها الصبح وقالوا لي انها نايمه. زين ولو عطيني انا بطمئن بنفسي اشوف. بسم الله. حافظ الرقم. بسم الله. ظاهر ان الحرارة مقطوعة يا منير. يا حمد، لا يمكن في حال من الاحوال فصل الاخلاق عن الفعل.
الإنسان دائما أفعاله تصرفاته هي اللي بتترجم أخلاقه. الشاعر يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الله، يبغى التصفيق على ذي. أشوفك يا أخوي واصلين إلى أبو ماضي ما شاء الله عليك. قصدك تقول يا ماجد إن إحنا الآن نعيش أزمة أخلاق؟ لا يا حمد، لا، مو هو المعنى الحرفي الأفكاري، لكن أخوك ترجم تصرفاته عن نواياه، يعني قال بصريح العبارة: أرجوك لا تقول ولا شيء، لأني أعرفك إيش تبغى تقول. للأسف يا ماجد، الصراحة رغم إن هي أحسن شيء، أصبحت في وقتنا هذا ما هي مقبولة من بعض الناس. يا حمد، أنا إنسان أحترم نفسي، ولا يمكن أجامل وغشها، ولا يمكن أجامل على حساب الحق والحقيقة. صدقني لو إنه صالح بنفسه سألني رأيي. ثق إن صالح ما راح يسألك ولا حيقول لك شيء. وأنا كمان ما راح أساوم على صراحتي حتى لو وافق على زواجي من نورة. الو، التقرير الطبي طال عمرك. تفضل. تقرير؟ اي. بسم الله. الف مبروك يا منير. اسمعي، من اليوم ورايح لا هنا طلوع درج ولا مشح بلاط، ان شاء الله عكت على تستوفي. هذه فرحة العمر يا منير. ألف مبروك يا منيرة. ألف مبروك يا عم بوسام. الله يبارك فيك يا حسين. الله يبارك فيك يا وجه الخير. أشهد بالله أنك ما قصرت. أبتصل ببنتي يا بشر. عمل. بسم الله. طاعون ما بحرارة.
أنا ما فهمت قصدك يا حسين. قصدي يا طويل العمر إني أنا إنسان حريص على مصلحة الشركة. أي يعني أنت الحين تبي تقنعني أدفع عمولة المكتب الشحن إضافة لعمولة الوكيلة الأساسية اللي أضفناها على سعر البضاعة، يعني ندفع عمولتين. طال عمرك هذا شيء يعني متعارف عليه دولياً مثل ما يقولون، ويدخل تحت اسم العرف التجاري يا طويل العمر. ما شاء الله تبارك الله يا منير، أخوت صار تاجر ماهر. هذا كله فضلك طال عمرك. تصوري يا منير، تصوري أمس كان يناقشني بنظرية تجارية اسمها يا طويل العمر نظرية العرض والطلب. نظرية العرض والطلب. واليوم يبي يعلمني نظرية العرف التجاري. أنا يا طويل العمر خادم مطيع لك، آمر بس تدلل، وإذا الموضوع ما هو بجايز لك ولا أنت ما أنت مقتنع فيه بلاش من نهون. ها تقول الصدق؟ وشلون بلاش من؟ يعني نخلي بضاعتنا تنطق بالميناء؟ يا طويل العمر ما هو بقصدي، بس قصدي ان احنا يعني نحاول نقنع مكتب الشحن انه يكتفي بعمولة واحدة من الشركة الوردة بس. حسين الله يرضى عليك يا بعد عمري، احنا ما نبي مشاكل، اكيد بتدخلنا بمتاهات وخرابيط واحنا ما لنا شغل فيها. هي صادق منير، وما نبي احد يتجمل علينا ابد، هاتي تجارة يا حسين، أخذ وعطى، وأنا أبوك أبخص منك وأبخص من أهل السوق بالتجارة. وبعدين أنا فاتح حساب طويل عريض للشركة الموردة، ومهنا إن شاء الله أحد يبي يضحك علينا أبد. يا طويل العمر أنا قصدي يعني أعطي صورة عن الواقع. الواقع أنا ما بي أحد يضحك عليك يا حسين، خذ دفترك وراجع حساباتك كلها مع أهل المكاتب وأهل السوق، وجهز لي أنا كشف واضح. أنا باكر الصبح إن شاء الله أمر عليكم. خلك وأنا أبوك نبيه، خلك رجال فطين، لا تخلي الرجال يضحكون عليك. إن شاء الله. أنا اسمحوا لي بروح أتوضى. لا يا رب، ايش التحطيم هذا؟ سمعت اي زوجي ايش يقول؟ سمعت ايش معنى كلامه يعني؟ عم يطردني يعني. الله لا يسلمك يا حسين، انت ينيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش تبي تلعب على زوجي وعيونه مفتحه؟ ايش تقصد بحركاتك هذه؟ عجيب شلها جذي منيره يعني. لا يعني ولا شيء، مو كفايه ان احولك من سائق الى مدير علاقات عامه؟ فسف عليه بالتجاره والعمولات والحسابات، ما تستحي على وجهك. منيره اعصابك. أنا كنت ناوي بس إني ألفت نظرة لشيء خافي عليه بس. لا، وعمولات مكتب الشحن بتحطها بجيبك مو كذي؟ لا يا بنت الناس، أنا بس بدخلها دفتر الذمم، بس لازم إني أنبه على هذا الشيء. لحسن يروح يشك بعدين في أمانة حسين طير شلوى والأمانة. لا 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 لا، أنت عارفة حسين وأمانته. عارفة إنك راح تخرب بيتي، راح تخرب حياتي بتصرفاتك السخيفة وجشعك اللي ما له حدود. حلو جشعي أنا؟ تفضلي صك الارض اللي ورثتيها عن ابوك، ما ادري عن جدك، ما ادري. وش قصدك يعني؟ قصدي ان موال ابو مسامح الواجد الكثير ذي حلال عليك وحرام علي انا، وانا اللي اشقى واتعب ورستك واخطط وادبر المسائل كلها والامور علي انا. زوجي واهداني ارض، انت شو اللي حاشرك بيني وبينه؟ انا؟ اي انت، اكو غيرك يعني؟ ايه هانا. ها سمعي عادي غبيه، سمعي شوفي،
ترى احنا في نص الطريق، خليك عاقله لا تضيعين الفرصه من ايدينا، فهمتي؟ اي انت بدأت تكشف نفسك يا حسين، انت انسان تافه، خلي في قلبك رحمه يا بني ادم. انا اللي خلف؟ حلوه خلف قلبك رحمه. نسيت عمايلش مع بنت الوحيده المسكينه؟ نسيت شلون كنسلتي مشروع زوجها؟ نسيتي حديدي؟ لا تنسى يا ذكي انها كانت من عمايلك انت وتوجيهاتك انت. سمعي عاد، عمايلي وتوجيهاتي كانت ناجحه للحين، ولولاها كنت لازلت تعيشين في الجوع والفقر في بيت الطين. نسيتي؟ سمعي، اذا حاولت تلفين منه ولا منه ترى بتصرف، فهمتي؟ بتصرف. حسين!